وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد خالد عبد العزيز الشاعر، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك، نرحب بك طبعا في نشرة الثالثة. أهلا وسهلا، ونبارك طبعا هذه الإنجازات المتوالية التي تحققها البحرين على مستوى حقوق الإنسان، وجودكم أيضا كمؤسسة وطنية كضامن أساسي لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. نبدأ بتعريف ما هو الاتجار بالأشخاص، مكافحة الاتجار بالأشخاص من الناحية القانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا يجب أن نذكر يعني جلالة الملك الله يحفظه وضع أسس وقواعد متينة نبني عليها ونرتكز عليها، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة وأيضا حقوق الإنسان ومراقبة الحقوق والحريات داخل مملكة البحرين. ومن ضمن هذه يعني المؤسسات التي أسسها جلالة الملك ووضع يعني اللبنات الأساسية لها هي مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا إنشاء اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر التي حصلت على الفئة الأولى في آخر سنتين من تقرير الخارجية الأمريكية كما ذكر التقرير. أما بما يعني تعريف الاتجار بالأشخاص، يعني هو التعريف القانوني له وضع في 2008 القانون رقم 1 له، وهو تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الإساءة له أو استغلاله استغلال يعني غير سوي، سواء كان عامل، سواء كان طفل، سواء كان امرأة، سواء كان أي شخص عادي. يعني هذا القانون يمنع الاسترقاق بالبشر، يمنع الاسترقاق بالبشر. والإساءة أيضا تشمل اللي هي استغلال أي شخص بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاعتداءات، سواء كانت اعتداءات غير حضارية، ما نبي نذكر كثير من الأسماء، ولكن هناك اعتداءات على الأطفال، اعتداءات على النساء، اعتداءات على مثلا العمالة، أو محاولة يعني الاسترقاق بهم وجعلهم في كعبيد في كثير من الدول. نعم، هذا بما يختص بالتعريف، ينضوي تحت تعريف الاتجار بالأشخاص. لكن أنتم في مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما هو دوركم في حماية وتعزيز الحقوق، حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص؟ ما هي الآليات التي تقومون بها من حيث التوعية؟ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعني لها باع كبير، وصار لها 10 سنوات في هذا الباع. الاتجار بالأشخاص هي بند من بنود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نحن يتم مراقبة جميع يعني ما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص عن طريق كثير من الآليات والتوعية، وتوعية المجتمع ليكون على علم واضح. نعم. إن البحرين في تطور مستمر فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه الأشياء. من أبرز يعني مجالات المؤسسة الوطنية أو دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، طبعا إعداد كثير من الاستشارات والدراسات والأوراق المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة بما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ورفعها إلى الجهات المسؤولة في البلد ووضع التوصيات لها. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترفع توصيات أيضا إلى السلطة التشريعية للتعديل القوانين يعني المتعلقة بالانتهاكات والحرية الرأي والتعبير، وتوصيات أيضا بما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وبمناقشتها مع أيضا اللجنة الوطنية. هناك تعاون دائم بيننا. نعم. وبينهم. نعم. تلقي الشكاوي عندنا آلة من آليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. عندنا عقد المؤتمرات والمعارض. نعم. والمشاركة أيضا في جميع أنواع المعارض المتعلقة بالعمل. نعم. أولاً أقف تحديدا أستاذ خالد فيما يتعلق بآلية تقديم الشكاوى. آلية تقديم الشكاوى في كيف تتم؟ كيف تتلقون الشكاوى؟ بالتالي تقومون بمساعدة من تقدم آلية تقديم الشكاوى في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطورت في السنتين
التي مضت، تطور جذري. عندنا 5 ولا 6 آليات للتواصل مع هذه في هذه الآلية. عندنا الاتصال ب عندنا خط ساخن يعني 24 ساعة شغال طول أيام الأسبوع، خط ساخن في موظف يرد عليك ويتلقى الشكاوي، وهذا الموظف يكون على تواصل بأعضاء مجلس المفوضين ورئيس المؤسسة ونائب رئيس المؤسسة لأخذ يعني الشكوى محمل الجد. عن طريق عندنا عن طريق تلقي الشكاوي، عن طريق الفاكس، عندنا طريق عن طريق الحضور شخصيا إلى مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالعمالة أيضا عندنا الفرع، عندنا فرع مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هيئة تنظيم سوق العمل ولجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص. نعم. ليكون هناك إذا هناك أي انتهاك لأي عامل من العمال يعني يكون أقرب لأنه يقدر يقدم يعني نعم. على شكوته في هنا في الفرع نفسه. نعم، شكرا لك سيد خالد عبد العزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا على تواجدك معنا. شكرا الله يحفظك.